العفا هلا كنتني نشفت لي ريقي لبين ما اخذتهم، بس اخذتهم. ساعي زمان بيكونوا طحينات عندك ام محمود. اجت امك الطيارة مركبة وسلفة تهربي، كان احدى معجزات القدماء، نصفه طير ونصفه بشر، يا له احدى اعاجيب القضاء، يتراءى كوكب ذو ذنب. ليش هيك عملتي؟ خلينا نكمل الفيلم. مين حطه؟ هذا سليم مو انا. ايه هو انا امبارح لقيت الشريط على الفيديو، انت حضرت نصه، واليوم عم كفي، حلو كثير، تعي احضري معنا. احضروا معكم؟ فوتوا كملوا دروسكم لشوك يا العوام. خلصنا دروسنا وهلا عم نتسلى. وينو ابوكم لسه ما اجا؟ اجا وراح. وينو؟ ما بعرف. انا بعرف. وينو؟ لك ولا بلا؟ شو رايك انت؟ انا رايي بلا. ايه بلا بالناقه، ان شاء الله عمرك ما قلت. عجبك؟ هيك وصلني حقي. إلا كان كل هالركض والتعب معها بالمستشفى على الفاضي. إيه هلأ بقدر غير أوضة النوم وغير الديكور واشتري كرسي هزاز. بس يا ترى بيكفو؟ يمكن ما يكفو. إيه الحق علي، يعني لو قايلت لها 150 ألف شو كان صار؟ إيه كانت دفعي. يلا الطمع ضر ما نفع، من هي اللي طلعت منها 100 ألف؟ لأقوم آخذ لها شوية طحين وبقطعين. قال شو؟ بدها تاخذ مني 100 ألف ليرة لما أربح بالسحب الجاي، ابقي قابليني هنا. منيح اللي ما سألتني شلون جبت المصاري بعد ما بعدت لابني بخور فكان. طاروا التمسيح عبساط الرين والمعزة صاني تركب مراجي مراجي نيال على الركبة شعر عم يهفهف وإيديا مدندلي. حلوة حلوة، لا حدا يقول لي إنه لا تناقشوني حبيباتي، لا تناقشوني حلوة.